بالخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة الإخباري. معاكم مطار الشيخ محمد مختار الصحفي بالموقع من مسقط رأس اللاعب الشناوي، وتغطية خاصة لموقع بصراحة الإخباري. زي ما انتم شايفين الأعصاب يعني مشدودة جدا على المباراة، مباراة النادي الأهلي يعني ونادي كولومبينينسي البرازيلي. النهارده احنا موجودين من مسقط رأس الشناوي لتغطية المباراة. طبعا شايفين الجماهير الاهلاويه قد ايه، شايفين الـ 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 يعني الاعصاب مشدوده على المباراه. الكل هنا بيقول يا رب. مشاهدينا ومشاهدي موقع بصراحة الإخباري، زي ما احنا شايفين كده الأعصاب مشدودة، كل واحد على أعصابه. يعني اللقطات هنا أنا عايز أسيب الصورة تتحدث عن نفسها. كان في برامج وحتى في دولة الإمارات معروف، لكن الفترة ليس
الرئيس القطري مع خالد الجزيرة لإعراف ولدينا محاولة من جانب الإمام شاهدينا ومتابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، طبعا النهاردة النادي الأهلي بيلعب باسم مصر وليس النادي الأهلي، زي ما احنا شايفين كده كل الموجود ده أهلي على زمالك، إيد واحدة النهاردة بيشجع النادي الأهلي. Thank you.
I don't.
الماضية هذا يسوع اللاعب البرازيلي الكبير.